ونسق وصلنا المحاضرة الماضية هون صح؟ صحيح دكتور. محاضرة بين يدينا 15، اليوم محاضرة 15 صح؟ لا 14. أنا عندي اللي انهيناها 14 ولا أنا غلطان؟ هسا احنا في محاضرة ما أخذناهاش. أنا ماليش دخل بالمحاضرات، أنا عشرحي مرقمهن من أول، كل محاضرة بعطيها هون على الهاند أوتس وبزيد، فما بدريش أنا، معقول أنا مخربط يعني زايد محاضرة رقم مش منتبه له؟ والله بتأكد دكتور، بس أنا يعني حد علمي آخر محاضرة كانت 13. ما بدريش أنا هون عندي 14 يعني فيو عندي مثلا 10 هون، 11 هون، 12 هون، 13، وهاي 14 وقفنا عندها، بس بدريش إذا في خطأ يعني من الشابتر الماضي، عرفت ممكن علي؟ فا I don't know IDK إنه هل في عندي إشي ولا لا، فأنت اعمل دبل تشيك، بس أنا على اللي عندي هون بدريش إذا في أخطاء، يعني الشابتر هذا مضبوط 100%، بس إذا في زيادة بالشابتر الماضي، مع إني عملت له تشيك زي هيك ما بعرف. خلص انا برجع بتاكد طيب من ارجع وشوف الوضع. اوكي هشام، المحاضره الماضيه انهينا الجرافيكال ميثود او الشرح تبع الفيكست بوينت ميثود، وقلنا الفيكست بوينت ميثود تعمل مابينج للاوريجينال فانكشن اللي هو اف اوف اكس از ايكوال تو 0 من اف اوف اكس از ايكوال تو 0 اللي هو التقاطع. شو معنى الروت بالاف اوف اكس از ايكوال تو 0؟ تقاطع بين الاف والاكس اكسس زي ما هو مبين عندي هو، الى ترانسفورميشن الى الانترسكشن بين تو فانكشنز، واحد اللي هو جي اوف اكس اللي هو هذا، والثاني اللي هي الاكس اللي هي هذا اللي هو ستريت لاين وذ سلوب 45. بالتالي اذا بنتفرج نقطه التقاطع سواء هون ولا هون جاي بنفس على نفس الاكس فاليو، وهذا المنطق. بالتالي نقطه التقاطع جايات فوق بعض، بس بدل ما كنا بين f of x والx axis صار بين g of x والx، نقطة التقاطع بين اثنين إذا صار نقطة التقاطع نفسها معناته إيش؟ نقطة التقاطع هاي هي الروت تبعنا. بالتالي الجرافيكال ميثود يا نشامة هاي مكتوب هون تتألف من two movements، أوكي، أو مجموعة من الموفمنت. أول موفمنت اللي هي مجموعة من الفيرتيكال موفمنتس، ومجرد ما قلت vertical يعني ممكن تكون فوق أو تحت، up or down، وهاي vertical بتكون من ال x لل g of x. يوم أروح من ال x لل g of x معناته بمعنى آخر بدي أحصل g of x i، أنا واقف على ال x، أوكي هسه راح نشوفها، وبروح لوين؟ لل g of x. اوكي نشامة، يعني بطلع يا فوق يا بنزل تحت. بالتالي شو الهدف منها؟ هدف منها اروح من الكيرف الاولاني للكيرف الثاني، اذا وقفت على الكيرف الثاني معناته حصلت على الواي واللي هي جي اوف اكس اي. وبعدين الموفمنتس الثانيه هوريزونتال موفمنتس، هوريزونتال موفمنتس ممكن تكون يمين او يسار، ليفت اور رايت، الهدف منها انه نروح من الجي اوف اكس للاكس. بالتالي انا بلشت من الاكس للجي ومن الجي للاكس، يعني بلشنا من الاكس ورجعنا للاكس. هاي تشمل vertical movement up or down، تشمل horizontal movement left or right. بالتالي الهوريزونتال بتروح من الجي اوف اكس للاكس، وشو الهدف منها؟ الهدف منها نحصل على x of i plus 1 اللي هي الروت فاليو اوف ذا نيكست ايتريشن. هون مكتوب معك كل ايتريشن في الجرافيكال ميثود تتالف من 1 فيرتيكال و 1 هوريزونتال موفمنت. اوكي هسه ما مر معنا، خلينا نشوف كيف الحكي هذا، يمكن تكون اسهل طريقه هاي. هسه ركزوا معي، انا مثلا عندي هون بلشت هاي الفانكشن اكس وهاي جي اوف اكس، هاي اكس وهاي جي اوف اكس. بالتالي انا بلشت مثلا من الانيشال جس هون،
اوكي يا شامة. بالتالي احنا هون بالرسمه هاي يا شامة بلشنا باكس نوت، هون اكس نوت الانيشال جيس تبعي، طلعنا فيرتيكال موفمنت. ليش؟ عشان الكيرف اللي عندي هذا هو عباره عن جي اوف اكس، والكيرف هذا اللي هو اكس، والحل تبعنا اللي هو الانترسكشن بينهم، هذا هو اللي هون، هذا هو الروت فاليو الترو فاليو اللي بدور عليها. بالتالي انا بلشت باكس نوت، هسا بدي اوجد من اكس نوت الجي اوف اكس نوت. وين الجي اوف اكس نوت؟ هاي. بالتالي بناء عليها طلعت فيرتيكال موفمنت، وبحالتي هاي كانت فيرتيكال اب، ممكن تكون داون. بعدين الخطوة اللي بعديها جي اوف اكس نوت هاي نفسها بالسكند ايتريشن راح تصير اكس 1. اوكي يا شيخ، بالتالي هاي الفاليو هون هي عبارة عن ايش؟ اكس 1 اللي هي نفسها نفس الجي اوف اكس نوت، هي نفس مشيت هوريزنتال، وبحالتي هاي مشيلتها اللي هي الرايت، كانت الموفمنت رايت. طيب هسه انا عندي اكس 1 بدي احسب جي اوف اكس 1، بدي انزل بحالتي هون، هاي عباره عن ايش؟ جي اوف اكس 1، نزلت من الاكس للجي اوف اكس، حسبت الجي اوف اكس 1 يعني الجي عند قيمه الاكس، لا ننسى انه هذا ستريت لاين واي يساوي اكس. بالتالي عندي هون الاكس، نزلت على نفس قيمه الاكس فاليو، حسبت الجي، وقفت على الكيرف تبع الجي، حسبت الجي اوف اكس 1. بالتالي لاحظ هون كانت الفيرتيكال موفمنت اب، بينما هون شو صارت؟ داون. وهون كانت رايت. طيب يوم جيت حسبت جي اوف اكس 1، ما هي جي اوف اكس 1 راح تكون مين؟ راح تكون هي نفسها اكس 2. اكس 2 هي نفسها جي اوف اكس 1، بالتالي لازم اروح من الجي امشي هوريزنتال ووقف على الكيرف تبع واي يساوي اكس. يوم جيت وقفت هون صارت اكس 2، يوم مشيت مشيت هوريزنتال بالاتجاه مين؟ الليفت. بالتالي لاحظ معي هون مشينا رايت، هون مشينا ليفت، هون مشينا اب، هون مشينا داون، وبالتالي الفيرتيكال موفمنت ممكن تكون اللي هي ايش؟ اب اور داون. والهوريزونتال موفمنت ممكن تكون ايش؟ رايت اور ليفت. فبالتالي انا يا نشامه من مشيت من هون حتى وصلت لهون، هاي الفيرست ايتريشن اللي بتشمل 1 فيرتيكال و1 هوريزونتال. من مشيت من هون ورجعت مره ثانيه لهون، يعني من اكس لاكس تشمل 1 ايتريشن، هاي سكند ايتريشن. بعدين طلعت فوق واخذت يمين، this is هون وقفت، هاي عباره عن اكس 3، بالتالي هاي ثيرد ايتريشن. بعدين نزلت تحت ورجعت على الاكس هون، هاي مين؟ اكس 4. بالتالي دائما كل سنجل ايتريشن تشمل 1 فيرتيكال موفمنت و1 هوريزونتال موفمنت. ولاحظوا يا نشامه كل ما فيها قاعد انا بقرب لوين؟ لنقطه التقاطع، ونقطه التقاطع هي عباره عن ايش؟ هي ترو فاليو. معناته ام اي كونفيرجينج ولا اي ام دايفيرجينج؟ وات دو يو ثينك؟ احنا باتجاه الكونفيرجنس ولا الدايفيرجنس؟ بلشنا من بعيد وقاعدين بنقرب للانترسكشن، صح ولا لا؟ معناته هل احنا في اتجاه الكونفيرجنس ولا الدايفيرجنس؟ الكونفيرجنس دكتور. ايوه الكونفيرجنس. بالتالي يا نشامه احنا بهمنا ايش؟ انه نيوميريكالي بالارقام وذ نمبرز نفهم، وبهمنا برضه جرافيكالي انه لو اجاك اي جرافيكال ميثود انك تعرف يو ار كونفيرجنج ولا يو ار دايفيرجنج، واتس ذا بروسيس هاو تو ريبريزنت اني ميثود من الميثودز اللي بدنا ناخذهم او اللي اخذناهم جرافيكالي. وبالتالي في اي سؤال على الجرافيكال ميثود يا نشامه؟ في اي سؤال على الجرافيكال ميثود؟ اي سؤال على الجرافيكال ميثود؟ بالتالي كل ايتريشن في الجرافيكال ميثود
تشمل vertical movement up or down، تشمل horizontal movement right or left. ال one iteration تشمل انك تروح من x لل g وبعدين من الجي للاكس، يعني لازم تبلش بالاكس وترجع الاكس، هاي بنسميها one iteration. وهاي يا شباب زي ما قلنا ممكن تكون اي واحدة من اربع حركات، اللي ايش؟ توب رايت، توب ليفت، او بوتوم داون رايت، او داون ليفت. بالتالي يا نشامة انت هون قدامك دائما تكون في عندك واحدة من الاربعة كومبانيشنز هذول، اللي هي لأي سايكل، اللي بتشمل 1 vertical 1 horizontal. هون كون عندي اثنين وهون كون عندي اثنين، بطلع 4 combinations of movements. هذول هن بس اللي احتمال ان يطلع المعنى. طيب يا شباب هسه خلينا نرجع. اوكي يا نشامة، قلنا كل iteration تشمل 1 vertical 1 horizontal. بالتالي احنا حكينا عن في المحاضرة الماضية حكينا عن الكونفيرجنس اللي هي sufficient but not necessary condition، اللي هو هذا انه الكي حتى نعمل كونفيرجنس لازم تكون اللي هي نفسها الديريفاتيف عند الترو فاليو لازم تكون اقل من واحد. لا تنسى هون كابسوليوت، معناته without الابسوليوت انا عند الرينج بين minus 1 و 1. حكينا كل ما بنقرب للصفر فاست، كل ما بنقرب لليونيتي بصير سلو. طيب يا نشامة بناء على الحكي هذا بقول لك depending on the value of k1 اللي هي الديريفاتيف عند الترو ممكن نصادف واحدة من الاربع حالات هذول، يا اما الk او الk1 بين الزيرو وال1، او الk بين الزيرو والماينس 1. وهذول الحالتين كون من بين الماينس 1 لل1 لاحظ شو مكتوب جنبهن كونفيرجنس. والk اكبر من واحد او الk اقل من ناقص واحد كونهن اوتسايد الرينج، معناته لاحظ شو مكتوب جنبهن دايفيرجنس. بالتالي نفس الكونديشن، اذا كنا من الماينس 1 لل1 كونفيرجنس، واذا كنا اكبر من الواحد او اقل من الناقص واحد يعني كابسوليوت فاليو اكبر من واحد معناته دايفيرجنس. هاي هو الملاحظه. الملاحظه الثانيه، اذا كنا ضمن البوزيتيف، ضمن البوزيتيف بنسميه مونوتون، يعني هون الكي بوزيتيف سميناها مونوتون، وهون الكي برضو بوزيتيف سميناها مونوتون. بينما اذا كانت الكي نيجاتيف سميناها اوسيليتنج. بالتالي بناء على الحكي هذا بيطلع عندي ميكستشر بين كونفيرجنس مع مونوتون او اوسيليتنج، ودايفيرجنس مع مونوتون او اوسيليتنج. وهذول هن الاربع حالات اللي بنقسم فيها الكي فاليوز. الكي فاليوز بين الزيرو وال1 والماينس 1 اند 0 واكبر من واحد واقل من ناقص واحد، هذول هن الدايفيرجنس او كونفيرجنس. اوكي نشام اللي ممكن نصادفهم. اول حاله اللي هي الكي بين الزيرو وال1، كونها بين الزيرو وال1 بوزيتيف معناته مونوتون، وكونها ضمن الرينج معناته كونفيرجنس، عشان هيك سميناها مونوتون كونفيرجنس. شو المقصود بالمونوتون؟ المقصود بالمونوتون انه يا نشامه وين ما بتبلش، احنا هون بلشنا الانيشال جس هون، وبعدين بلشنا بالموفمنتس، بلشنا بالموفمنتس. اوكي نشامه هاي الموفمنتس، ورحنا احنا مبين هون بلشنا من هون ومبين انه رايحين باتجاه الانترسكشن بوينت اللي هي ترو فاليو. بالتالي بالحاله هاي يا نشامه اتس كونفيرجنج. وشو المقصود بالمونوتون؟ في المونوتون يعني كل الكونفيرجنس بيكون على one سايد اوف الواي از ايكوال تو اكس، يا اما فوق يا اما تحتي. بحالتنا هون تحتي،
ممكن يكون فوق اي. اوكي نشان، بالتالي المونوتون يعني الـ كل الـ 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 الارز اللي عندي او الموفمنت بيكون على وان سايد اوف الواي يساوي اكس، يعني هاي محشورات هون يا اما فوق يا اما تحت. بس الاوسيليتنج، لاحظ عندي الاوسيليتنج، لاحظ عندي هون الفاليوز بين الماينس 1 والزيرو، كونها نيجاتيف معناته اوسيليتنج، وكونها ضمن الرينج بين ماينس 1 ل 1 معناته كونفيرجنس. بس شو الفرق بين الاوسيليتنج والمونوتون؟ الاوسيليتنج يعني مره بتكون الايتريشن فوق الواي يساوي اكس ومره تحتي فوق تحت، وبالتالي بيظل زي السبايرال موفمنتس دائريه حوال الروتس، عشان هيك سميناها اوسيليتنج، مره فوق ومره تحت. طيب الحاله الثالثه، الحالة الثالثة إذا كان أكبر من واحد قلنا معناته دايفيرجنس، كونها بوزيتيف معناتها مونوتون. أنا بلشت هون، هون الانيشال جس وهذا الترو سوليوشن، أنا بلشت هون رايت توب رايت توب رايت وإني قاعد ببعد، بس كل البعد هذا محصور أبف مين؟ أبف الواي يساوي إكس، وبالتالي أنا شايف شو؟ بيطلع عندي ايش؟ بيطلع عندي اوسيلي اللي هي مونوتون ودايفيرجنس، انا قاعد ببعد، بلشت هون وقاعد مع زياده الايتريشنز ببعد. بالتالي سميناها دايفيرجنس ومونوتون عشان وان سايدد. اللي هي ابف الواي يساوي اكس، واخر حاله الكي اقل من ناقص واحد، اقل من ناقص واحد معناتها دايفيرجنس. وكونها نيجاتيف معناتها اوسيليتنج، بالتالي لاحظ بلشنا هون احنا. هون بلشنا نزلنا داون ليفت توب رايت، قاعدين نعمل اوسيليتنج مره فوق ومره تحت الواي يساوي اكس، وبالتالي قاعدين يا نشامه مع زياده الايتريشنز قاعده بنبعد، قاعده بتتوسع معانا اللي هي ايش؟ قاعده بتتوسع معانا اللي هي دائره البحث. اوكي بالنهاية آخر إشي وصلنا هون، بعدين طلعنا فوق وأخذنا يمين، بالتالي we are moving away from the exact route اللي هو الانترسكشن، عشان هيك سميناها دايفيرجنس، وكونها مرة فوق ومرة تحت الواي يساوي إكس سميناها أوسيليتنج. واضح يا نشامة؟ أي سؤال لغاية الآن؟ أي سؤال لغاية الآن يا نشامة؟ أي سؤال؟ طيب نروح للإكزامبل، عندي fifth order polynomial. طب بقول لك استخدم الفيكس بوينت ايتريشن with initial guess اللي هو 2 x not 2، وبقول لك الترو روت هي، ولاحظ هون معطيك كلمه closest. طيب ليش كتب لك closest؟ ليش كتب closest؟ هون كتب لك هي the closest، ليش؟ هاي نشام، ليش كتب لك the closest؟ ركز معي، احنا هون بنستخدم ايش يا نشام؟ initial guess هيو، ولا ننسى انه البولينوميال اللي عندي fifth order، اذا كانت fifth order معناته how many roots does it have؟ five دكتور، راح يكون ايش؟ خمسة. ايوه راح يكون 5 روتس، عشان هيك يا نشامة كونه في عندي 5 روتس اعطاك واحد الانيشال جس وقال لك اقرب واحد من الخمسه هذول اللي هو هي الروت، ما كان يونيك عندي هون بولينوميال فيفث اوردر لازم يكون لها 5 روتس، بالتالي عشان هيك حط لك كلمه الكلوزست. وضحت يا نشامة ولا لا؟ طيب بلشنا باول فورم، من هذا اول خطوه انه نطلع الفيرست فورم، الفيرست فورم اللي هو هي طلع معانا اللي هي اخذنا هذا على الليفت هاند سايد او على الرايت هاند سايد وعملنا مانيبوليشن للبقيه وطلعت معاي هي هاي الجي. بلشنا بالفيرست ايتريشن الاي 0 وولدنا اكس 1 جي اوف اكس نوت، عوضنا اكس نوت اللي هي 2 بهاي طلع معانا 3.5، كنا باثنين صرنا 3.5، الايتريشن بعديها 7،
الايتريشن اللي بعديها شو 17. What do you think? We are moving close to the root ولا away؟ away دكتور. لاحظ 2 3 ونص 7 17 we are running away from the root صح. بالتالي السوليوشن شو ماله؟ دايفيرجينج صح؟ دايفيرجينج. طيب اذا كان دايفيرجينج معناته 100%، لو جيت حسبت المشتقة عند الترو فاليو لازم تطلع ايش؟ لازم تطلع المشتقة كابسوليوت فاليو اكبر من 1 صح؟ اذا جيت حسبت المشتقة للجي عند الترو فاليو لازم تطلع اكبر. هاي المشتقة عوضنا فيها مين؟ الترو فاليو. هاي الترو فاليو اللي معطى فوق، يوم جينا حسبناها طلعت 7.45 وهي اكبر من 1، عشان هيك الحل كان دايفيرجنج. هيو بلشنا عند 2، روح فوق يمين فوق يمين فوق يمين، وبعدين وي ار موفينج اوي، وبالتالي اول فورم فشل. شو الحل؟ الحل انه نروح لسكند فورم. احنا قلنا الفورمز مش يونيك، مش يتيم، عندي multiple forms. بالتالي بالحالة الثانية أخذنا هذا الفورم وبلشنا بال still the same initial guess اللي هو 2. لاحظ بلشنا ب 2، طلع معاي أول root اللي هو x1 1.39، بعدين نطينا للسكند iteration 1.22، للثيرد iteration 1.19. بالتالي are we moving closer to the true root؟ شو كان true root في الاكزامبل؟ هي 1.19169. بالتالي يا نشامة are we moving closer to the true root ولا لا؟ شو رايك يا نشامة؟ بلشنا باثنين بعدين 1.22 بعدين 1.19، معناته we are converging ولا لا؟ we are converging. اوكي جينا حسبنا الكي، طلعت الكي 0.134 وهي الجرافيكال ريبرزنتيشن. بلشنا هون انزل، اوكي نشامة ليفت انزل ليفت، من خلال الثيرد ايتريشن بطلنا نحق، بقدر بطلنا نقدر نرسم الايتريشن بعد الثيرد، اوكي نشامة. وبالتالي هذا الحل باستخدام 5 iterations. هون الحل باستخدام 5 iterations، هي هي التيبل هذا ببين لك الحل. لاحظ هون وجدنا مين؟ ايبسلون تي. ايبسلون تي بحالتنا هاي كنا قادرين نوجدها، ليش؟ لانه في عندنا ترو فاليو دكتور. ايوه لان الترو فاليو معطاه، بينما لو كان الترو فاليو انون معناته وي كانت فايند الابسلون تي صح. معناته شو لازم نحسب بدل الابسلون تي؟ شو لازم؟ معناته ابسلون تي ما بنقدر نحسبها، شو لازم نحسب؟ ايبسلون اي دكتور. ايوه ايبسلون اي، هاي ايبسلون اي دائما نقدر نحسبها، عشان باي ايتريتيف بكون عندك كرنت وبريفيوس كرنت وبريفيوس، وبالتالي ايبسلون اي وي كان اولويز كالكوليت، بينما ايبسلون تي شرط ان يكون ترو فاليوز جيفن. خلينا نشوف الاكزامبل الثاني اللي هو هيو كوساين اكس ماينس اي تو ذا باور ماينس اكس از ايكوال تو وات؟ از ايكوال تو زيرو. بقول لك حلها باستخدام الفيكس بوينت ايتريشن، واستخدم initial guess 0.4، ومرة ثانية بقول لك the closest اللي هي أقرب root اللي هو عند الزيرو. نستخدم أول form، أول form من شامة هيو. هذا الفورم كيف حصلنا عليه؟ طب حكينا في المحاضرة الماضية كيف حصلنا على هذا الفورم؟ زدنا اكس على الطرفين دكتور. ايوه زدنا اكس على الطرفين. مين اللي حكى قبل شوي؟ محمد محيلان.
عماد محيلان انت اللي جاوبت الثلاث اسئله اللي قبل. لا دكتور. يلا عمر. دكتور نقطع علامه مصحصح معايا. يلا ولا يهمه. اوكي نقطع علامه. بالتالي يا نشامة هذا ضفنا اكس على الرايت هاند سايد وضفنا اكس على الليفت هاند سايد، هاي واحده من الطرق اللي ناقشناها في المحاضره الماضيه. وبلشنا بالحل. الحل تبعنا الانيشال جس 0.4 حسبنا جي 1 اوف 0.4 طلع 0.6، بعدين ال 0.6 هاي اكس 1 عوضناها بالجي وهي حسبنا جي اوف 0.6 طلعت 0.9، ال 0.9 عوضناها هون حسبنا اكس 3 طلعت 1.3. ار وي كونفيرجينج ولا وي ار دايفيرجينج يا هشام؟ لاحظ الروت الاكزاكت هي عند الزيرو بقول لك. الترو روت تبعنا عند الزيرو والانيشال جس 0.4 يعني كنا قراب مع مرور مع زياده الايتريشن من 0.4 0.6 0.9 1.13. هل قاعدين بنقرب للروت الاصلي او الترو روت اللي هو عند الزيرو ولا بنبعد عنه؟ اوكي وي ار دايفيرجنج، وبالتالي اذا صار عندي دايفيرجنس معناته 100% لازم تكون الكي اللي هي جي برايم عند الترو لازم تكون اكبر من واحد، ويوم حسبناها طلعت يا نشام 2 اللي اكبر من واحد عشان هيك دايفيرجنس. وهذا جرافيكال بلشنا هون طلعنا فوق يمين فوق يمين فوق يمين، بالتالي طلع عندي يا نشام ايش؟ دايفيرجنس. طيب شو الحل؟ حل انه نجرب ايش؟ سكند فورم. هاي السكند فورم يا نشام اللي هي الجي اوف اكس صارت لين الكوساين للاكس ماينس لين الكوساين، عوضنا فيها ستيل ذا سيم انيشال جس اللي هو 0.4. اول ايتريشن ريزلت اللي هي اكس 1 طلعت 0.08، اكس 2 اللي هي جي اوف اكس 1 طلعت هاي، وبالثيرد ايتريشن يجينا عوضنا جي اوف اكس ذس اللي هي هو طلعت اللهم صل على النبي 10 to the power minus 6. طلعت يا نشام ايش؟ 10 ماينس 6 والبعديها يا نشامة طلعت 10 to the power minus 11. اوكي وبالفيفث ايتريشن اللي حطينا الماينس 11 هون طلعت قديش؟ زيرو. معناته يا نشامة هل سوليوشن وصل للحل in a very fast manner ولا لا؟ لا تنسى انه الحل اللي عندي الترو هيها بقول لك الترو اللي اقرب شيء للانيشال جس هي عند الزيرو، بالتالي احنا اذا رحنا باتجاه الزيرو معناته وي ار كونفيرجنج، اذا بعدنا عن الزيرو معناته وي ار دايفيرجنج. بالتالي بهاي الطريقه يا نشامه بالفورم اللي اخترناه اللي هو السكند فورم وذين ايش؟ وذين اللهم صل على النبي 5 iterations within 5 iterations وصلنا لوين؟ وصلنا للحل اللي هي هيها x5 what does it equal 0. بالتالي هون الطريقة هاي عملت convergence very fast. طيب ليش؟ هي بقول لك اجينا اشتقينا الكي اللي هي جي برايم عند الترو طلعت زيرو، واحنا في المحاضره الماضيه وبدايه المحاضره هاي قلنا اسرع شيء يوم تكون عند الزيرو اللي هي الكي، وابطا شيء يوم تكون عند ال1. بالتالي كونها زيرو
معناته تتوقع انه ايش؟ تتوقع انها تكون فيري فاست. هينا بلشنا هون عند البوينت 4، انزل يسار اطلع يمين، اول تو ايتريشنز مبينات، بينما من الايتريشن الثالث وفوق حدا بحقها؟ حدا بيشوفها هنا شامة؟ ما حدا بيشوفها، والبدع انه بيشوفها. اوكي يا شامة، هذا عبارة عن ايش؟ مسيلمة. اول ايتريشن وثاني ايتريشن مبينات، بس من الثيرد وفوق على الجراف اللي هون الموجودة قدامي وقدامكم ما حدا بيقدر يشوفها. واللي بقول والله انا شايفها، بنقول له اسكت يا مسيلمة. صح؟ بالتالي يا نشامة من الثالث وفوق هون صارت معارك قريبة، معارك بالأيدي، صار very close to each other، وبالتالي ما بنقدر نشوفها. أوكي؟ غير يوم نعمل زوم إن ونقرب، وكل فترة نقرب. لاحظ أنه من الفيفث iteration وصلت للحل. واضح يا نشامة؟ أي سؤال لغاية الآن؟ أي سؤال لغاية الآن؟ طيب مثال بعديه، هاي الفانكشن وبقول لك initial guess برضو 0.4 والtrue value هيها. الفيرست فورم اللي أخذناه هاي، مش راح أدخل بتفاصيله هسه كيف أخذناه، وبعدين بلشنا. اوكي يا نشامة، احنا شو ترو؟ ماينس 0.61، وبلشنا عند ال 0.4، 0.4 0.8 بعدين 0.29 بعدين 0.91، ولو استمرينا نبين انه قاعدين مره بنقرب ومره بنبعد، عشان هيك لازم يكون oscillating divergence. بالتالي يوم جينا حسبنا الجي برايم طلع أول إشي بالماينس، الماينس بيعطيني أوسيليتنج، وكونه أكبر يعني كفاليو كماجنتيود أكبر من واحد أو بدون الماجنتيود أو سوليود فاليو أقل من ماينس 1 معناته إز دايفيرجنس. بالتالي شو الحل؟ هي يجينا يا نشامة بلشنا وين؟ بلشنا هون. اوكي وصرنا موفمنتس وبعدين جابتنا هون. اوكي نشام اقول له بلشنا هون، احنا بلشنا عند البوينت 4، قديش بلشنا؟ بوينت 4. اوكي هاي نشام بلشنا هون، انزلنا يسار وهلم جره، في البدايه قربنا بس بعدين صارت ايش؟ تطلع وتعمل دايفيرجنس لحد ما وصلنا لهون، وبالتالي هاي الروت قربنا له بمرحله من المراحل بعدين بعدنا عنه، معناته وي ار دايفيرجنج. طيب بنروح لسكند فور اللي هو هي، كيف حصلنا عليه؟ انت بتطلعه. اوكي وعوضنا ستيل الانيشال جس نفسه فيه، طلع معي ايش؟ ماينس 1.18، يجينا عوضناه هون تحت الروت. اوكي يا نشامه طلع معي انه بيطلع عندي اللي تحت الروت نيجاتيف، وبالتالي بيطلع معي كومبلكس نمبر، عشان هيك وي كانت كونتينيو الفورم هذا، معناته بدنا نجرب فورم ثالث. فورم الثالث هيو وانت بتطلعه، جينا بلشنا وعوضنا. اوكي عند البوينت 4 بوينت 3 اوكي بوينت 7 بوينت 5 بوينت 6، وشو الحل كان عندي ترو؟ إذا بنرجع للإكزامبل شو كان الترو فاليو؟ هيو 0.618. بالتالي هون يا نشامة هل أنا قاعد بقرب؟ بس قاعد بقرب with oscillation. بالتالي يا نشامة إذا بنحسب الكي طلعت معي كماجنتيود كابسوليوت فاليو أقل من واحد، معناته وي شود كونفيرج. طلعت معي كساين نيجاتيف، نيجاتيف يعني oscillating، وبالتالي هذا هو الحل. بلشنا هون تحت يسار فوق يمين، وبالتالي مع زياده الايتريشنز وي ار كونفيرجينج، وبالتالي هيك بيكون هاي التيبل اللي بيعطيني الحل، وبالتالي نشام ايش؟ بيكون خلصنا الفيكس بوينت ايتريشن ميثود. اي سؤال لغايه الان؟ اي سؤال لغايه الان يا نشام؟
أي سؤال لغاية الآن؟ أي سؤال؟ أوكي، فنروح ل الـ open method اللي بعديها، اللي هي هاي أشهر طريقة، أشهر طريقة يا نشامة لحل الروت فايندنج، اللي هي نيوتن ميثود، نيوتن رافسون ميثود. هاي أشهر طريقة حل، سواء بالسنجل دايمنشنال أو بالمالتي دايمنشنال، هي أفضل طريقة، the most widely used method. أوكي، بين كل الطرق اللي هي نيوتن رافسون ميثود هي أكثر إشي. وبالتالي كيف الحل تبعها؟ إذا بلشنا بالإنيشال جس إكس نوت، نحسب التانجنت عنده، عند البوينت اللي هي إكس مع الأف، والتانجنت الكروسنج تبعه مع الإكس أكسس هو اللي بيعطيني الامبروفد استيميت. كيف؟ خلينا نشوف الفيجر هذا. اوكي ان شاء الله. احنا عندنا بالفيجر هذا بلشنا بسيرتن اكس اي، هاي ممكن تكون اكس نوت ولا ايش، لو افترضناها اكس نوت. هاي اكس نوت. وطلعنا حسبنا الاف عندها، هاي اف اوف اكس نوت. هسه هاي البوينت نفسها شو هي؟ هي عباره عن اكس نوت واف اوف اكس نوت. بنيجي نشامة عند البوينت هاي بناخذ التانجنت للفانكشن عندها، بناخذ التانجنت اللي هي تانجنت لاين، يعني السلوب، هذا اللاين هو التانجنت لاين اللي هي الديريفاتيف. هاي اذا شايفين هون الديريفاتيف اف برايم، اف برايم هي الديريفاتيف واللي هي التانجنت، بس وين؟ عند الاكس اي. الاكستنشن للتانجنت هذا اللاين اللي هو بنمده حتى ايش؟ حتى يضرب في الاكس اكسس. هاي البوينت اللي هي عباره عن ايش؟ عباره عن من ناحيه الاكستنشن امتداد التانجنت عند الاكس اي مع مين؟ مع الاكس اكسس، هي اللي بتعطيني النكست استيميت. بالتالي هاي البوينت اللي هي اكس اي بلس 1، وبحالتنا شو بتكون؟ بتكون اكس 1. اوكي يا شامة. طب لو بدي احسب اكس 2، كيف بحسب اكس 2؟ احنا وقفنا هون قبل شوي. وقفنا هون قبل شوي بالفيجر قبل شوي، وقلنا هاي كانت اكس 1. هون اكس 1. اوكي، وهاي عباره عن ايش؟ اكس 1 واف اوف اكس 1 اللي هي البوينت. البوينت هاي اكس 1 مع اف اوف اكس 1. اوكي، بالتالي باخذ لها التانجنت. هل التانجنت يا نشامة اذا بنرسمه راح ياخذ لي، والانترسكشن بوينت تبعته راح ياخذني للروت ان ا فيري شارب مانر، يعني خلال، يعني مبين انه التانجنت هي نفسها راح تجيبني للنقطة هاي، وهاي النقطة هي عبارة عن اصلا الترو روت. بالتالي مبين من الفيجر هذا انه اكس 2 راح تكون يا نشامة very close to the true root، يعني من two iterations بالفيجر هذا بالفانكشن هذا بنقدر نصل للtrue root، عشان التانجنت هون كان قريب من الفانكشن، التانجنت تبع الفانكشن، وبالتالي راح ياخذني للنقطة هاي اللي هي سميناها x2، و x2 راح تكون very close لمين؟ ل x true. اوكي، بالتالي هاي هي الجرافيكال ريبرزنتيشن تبعت مين؟ تبعت نيوتن رافسون ميثود. اوكي يا نشامة. بالتالي نيوتن رافسون ميثود مبني على التانجنت، والتانجنت اللي هو السلوب، والسلوب اللي هي الديريفاتيف، كله نفس التعبير، السلوب والتانجنت والديريفاتيف كلهن نفس الشيء. بالتالي يوم احسب التانجنت
او سوري السلوب عند قيمة الاكس اي شو بطلع؟ هذا مر معكم اللي هو دلتا اف على دلتا اكس اف اوف اكس اي ماينس اف اوف اكس اي بلس 1 على اكس اي ماينس اكس اي بلس 1. هون يا نشامة دائما اي اف اكس للنكست ايتريشن بنفترضها انه وقفنا على الروت، نفترضها انه وقفنا على الروت، وهذا مر معنا بالفولس بوزيشن ميثود نفس الكونسبت هذا، انه افترضنا اف اوف اكس اي بلس 1 واقفين على الروت. طيب اذا وقفنا على الروت معناته الفورمولا هاي اذا بنعوض فيها اف اوف اكس اي 0 بصير هيك، واذا بعمل فيها شويه ري ارينجمنت او مانيبوليشن انا بهمني اطلع اكس اي بلس 1 على اليسار والبقيه على اليمين ويكون الفانكشن اوف اكس اي، بالتالي بيطلع معي اكس اي بلس 1 اللي هي الامبروفد استيميت اوف ذا روت وعباره عن الاولد ماينس قيمه الفانكشن عند الاولد استيميت على قيمه الفانكشن ديريفاتيف عند الاولد استيميت، وبالتالي هاي هي الفورمولا اللي بنسميها نيوتن رافسون فورمولا. هذا هو نيوتن رافسون فورمولا مبنيه على الحكي هذا. بالتالي هون يا نشامة هاي طريقة الحل المباشر. إذا بدنا طريقة اللي هي derivation process alternative كله مبني على التايلور سيريز. التايلور سيريز الفيرست اوردر ابروكسيميشن مر معنا في المحاضرات الماضية، هذا هو فيرست اوردر ابروكسيميشن للتايلور سيريز، هذا هو. وبالتالي إذا بعمل له شوية arrangement بيطلع معاي هاي الفورمولا. وإذا اعترضنا زي ما حكيت قبل شوية إنه الـ f of xi plus 1 إذا افترضناها إنه xi plus 1 اللي هي الإكزاكت أو true root معناته function value عندها 0، بنحصل مرة ثانية على نفس الفورمولا اللي قبل شوي. بالتالي سواء أخذنا الديريفاتيف أو التايلور سيريز وصلنا بالنهاية للفاينل فورمولا، وهي هي الفاينل فورمولا اللي هي نيوتن رافسون ميثود. خلينا نشوف الإكزامبل. عندنا إكزامبل f of x e to the power minus x minus x اللي هي 0. بقول لك استخدم نيوتن رافسون والانيشال جس 0 حتى توجد الحل، وبقول لك الترو روت تبعنا هي عند ال 0.56. اوكي، اول خطوه يا نشام انه نحسب الفيرست ديريفاتيف للفانكشن، هاي الفيرست ديريفاتيف. بالتالي بعدين بنطبق بالفورمولا تبعتنا اللي هي هاي xi plus 1 xi minus f over f prime، عوضناها هاي الفورمولا وعوضنا فيها الاف برايم وعوضنا فيها الاف، طلع معي بالنهايه هذا هو. يوم عوضنا كل شيء طلع معنا هاي الفورمولا اللي هي الليفت هاند سايد الامبروفد استيميت والرايت هاند سايد بتكون فانكشن اوف اللي هي الاولد استيميت او الكرنت ابروكسيميشن، وهاي بتكون البريفيس ابروكسيميشن. بالتالي هسه بنبلش الحل. هون مكتوب عندي بالتيبل في عندي حليناها باستخدام الفايف ايتريشنز، لاول فايف ايتريشنز. اوكي نشامه، بالتالي بلشنا بالنيشال جس 0، البعديه طلع الجس تبعي او الامبروفد استيميت 0.5، بعدين 0.56، بعدين 0.56، بعدين 0.56. ولاحظ شو الترو سوليوشن تبعنا، هيو اخر شيء كان 29. ولاحظ هون يا نشامه هيو لحد هون هذول كل الديجيتس زي الترو ومزيود فوقيهم 2 اديشنال ديجيتس. لاحظ هون قديش قيمه الفانكشن عنده 10 تو ذا باور ماينس 16. شو يعني 10 تو ذا باور ماينس 16؟ يعني very very small error. ولاحظ هذا قيمة الفانكشن، واحنا الايديال كيس انه قيمة الفانكشن يساوي 0، بالتالي ار وي كلوز تو ذا ترو سوليوشن ولا لا يا نشامة؟ هل احنا قراب كثير؟ الايديال كيس اف اوف اكس لازم تكون 0، بس انا هون ما طلعت 0 طلعت 10 تو ذا باور ماينس 16. هل احنا فيري كلوز ولا لا؟ شو رايكم يا نشامة؟ نشامة انتوا معي ولا مع الثانيين؟ الو
شباب ايه نعم معك عمر. معك دكتور منسقين وين منسق عمر معك دكتور عمر انت عايش لساتك والله انا فكرت صار فيكم لا سمح الله ازمه ولا بصر شو لا موجودين ولا هيك في ناس عرف انكم علماء واستهدفكم بقصف صاروخي وقلنا الله يرحمهم شو مالكم اوكي نجامة بالتالي لاحظ هل هون احنا كل ما قربنا للصفر كل ما كان معناته وي ار ابروتشينج الحل صح بالاف بالتالي لاحظ من خلال 4 iterations او 5 iterations سوري 5 iterations اوكي نشامة شو وصلنا ل 10 to the power minus 16 معناته هل احنا بالنيبرهود تبع ترو اللي شو كان ترو الاكزاكت زيرو هاي نقول لك ال سوري احنا عند الاف اوف اكس الايديال كيس انه لازم تكون الاف اوف اكس ايكوال تو زيرو بس احنا ما وصلنا للزيرو احنا وصلنا 10 to the power minus 16 بالتالي هل هي فيري كلوز ولا لا فيري كلوز طيب خلينا نتاكد اجينا حسبنا الابسلون تي طلعت قديش 10 to the power minus 13 معناته هل احنا فيري كلوز وي ار فيري كلوز ولاحظ هاي الطريقه تبعت الجرافيكال احنا بلشنا وين وين الانيشال جس كان عند الزيرو هاي بلشنا هون هاي عند الزيرو طلعنا فوق على الفانكشن واخذنا التانجنت التانجنت جابني هون انترسكشن بين التانجنت والاكس هاي اكس 1 بعدين طلعنا فوق واخذنا التانجنت مبين انه التانجنت جرافيكالي وقفنا فوق الروت بالتالي اي واحد جرافيكالي ما واحد منكم بيكون مسيلمه اذا قدر يميز بين السكند ايتريشن واللي بعديها جرافيكالي خلص لحد هون بنوقف وين بفرق معي بفرق معي ماثيماتيكالي يعني نيوميريكال يوم محلها بتيبل وبالتالي نشام هون بيكون وصلنا لوين لا الحل وهون بنوقف اي سؤال يا شباب اي سؤال يا نشام اي سؤال طيب نوقف تسجيل